غادي تقدم لكم واحد وصفه زوينه بزاف، وعباره عن سمك معمر بالفيرميسال او الشعريه الصينيه بطريقه بسيطه جدا، كيف ما كندير جميع الوصفات ديالي بكل بساطه وبواحد الاقامه عاديه كيف ما درت معكم في الوصفات الفايته ديال الحوت اللي درت في الطاجين، نفس الاقامه غير كاين الفرق بيناتهم هو ان غادي نديروا الشعريه الصينيه وبعد يعني بعد منكهات. ان شاء الله كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وبقوا معايا باش تشوفوا الفيديو فرجه ممتعه. للتذكير اخواني اخواتي، بالنسبه للسمك هذا اللي كنجيبوه اللي كنعمرو، كيف كنجيبوه او كنشريوه من عند السمك او مول الحوت، كيكون معاه واحد الشاب مساعد ديالو كيصوب لك هذا الحوت، هذا كينظفو مزيان وكيحلو كيفتحو من الظهر ديالو كيف كتشوفوا، وكيغسلو مزيان. من بعد حنا ملي كنجيبوه للدار كنعاودو تاني نغسلوه وكنعمروه بدوائر ديال الليمون او الحامض كيف ما كتشوفوا. ها هو صافي، وكنسدو عليه بحال هكايا، هانتوما كيف كتشوفوا هما دوائر ديال الحامض. هادو غادي نحيدوهم من بعد، صافي كنخليوه بيت فيه حتى الغد ليه ملي كنبغيو نستعملوه كنحيدوهم كنغسلوهم وكنعاودو تاني كنستغلوهم تاني ما تلوحوهمش. هادي كفكرة على هاد الحوت هذا، كيف قلت لكم على الإقامة اللي درنا في الحوت ديال الطاجين اللي كدير ديك المرة، راه هي هادي تقريبا نفس يعني نفس الإقامة، غير الحاجة اللي زدت وهو كندير شوية ديال اليزير وشوية ديال الزعتر، هما هادو كنزيدهم تاهما مع الإقامة ديالنا والفيرميسال او الشعريه الصينيه. هذا هو الفرق اللي غادي اللي كاين ما بين الطاجين اللي درت معكم داك النهار ديال الحوت وهاد الحوت اللي غادي ندير ان شاء الله معمر. دابا غادي نزيدو الشعريه ديالنا وغادي نبداو نخلطو باش نحصلو على واحد الخليط متجانس، لان هاد الحوت غادي نعمروه غير بهاد التخليطه هذه، يعني عاديه سامبل يعني بسيطه جدا. صافي كنقول غادي بهذه الطريقه هذه حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي يمكن لينا نعمروا به الحوت ديالنا. دابا غادي نفرشوا خيزو الحوته ديالنا، كتشوفوا راه درتو يعني عمودي، هذا باش ما تلصقش من الحوت على اللاطا. شوفوا هنا راه كما قلت لكم راه نفس يعني الاقامه نفس الخضره تقريبا، كنا نختار البطاطا صافي نفس الطريقه ديال الطاجين كتشوفوا. صافي دابا هاد اللاطا عندنا اللي غندخلو الفران نفرشو ليها هاد، كاين اللي كيفرش ليها العويدات ديال المعدنوس، كاين اللي كيدير الكرافس، كانوا كيديرو بكري تيديرو دوك سميتو دوك يعني دوك ملي كيتهرس شي تفصيل ديال البديع او السيراميك تيفرشو ليه هاد الشي، هدا كيديروها بوسط طنجرة، ما كان ديك الساعة لا طنجرة ديال الضغط لا والو، كان غير طنجرة عادية او قميلة كيطيبو فيها الحوت، كيجي لذيذ بزاف. دابا غادي نمشيو نعمرو الحوته ديالنا. بسم الله على بركه الله غندوز التعمار ديالنا ديال الحوته، كتشوفوا ها هي الحوته راه مفتوحه من الظهر ديالها، وغادي نبداو نشدو الفيرميسال ديالنا نديرو هادشي ديال الدومه ديال الحامض. بسم الله، وغادي نبداو نعمرو من الراس، من الراس ديالها تنحاولو بحال نشتو هاد
الشعرية الصينية هي الأولى. شتا شوية هنايا من بعد عارف نبدا نعمرو الراس. ما تنساوش راه البنة كاينة في الراس عزيزة ليا. دابا غادي نجيبوها تشوفوا وغادي ناخذ البرا والخيط. من طبيعه الحال تعقمناهم مزيان ضروري وغادي نبداو نخيطوا الحوته ديالنا يعني من الديل ديالها حتى للراس. المهم سدوا عليها مزيان باش ما تشتتش لينا. واحد الفكره هي الاولى راني نسيت ما قلتش لكم في الحوته الاولى. ديما كترشوا الحوته شويه ديال الملح ماشي شويه كيف باش كتبنن بحال هكا صافي عاد كنديروا الحشوه ديالها. سمحوا لي راني نسيتها ما قلتش لكم في الحوته الاولى ملي تفكرتها وبغيت نقسم معكم هذه الفكره هذه. دابا غادي نديروا الحوته الثانيه بحال 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 الاولى بحال الثانيه كيف كتشوفوا اخواني اخواتي هنا كنخيط نزير مزيان. كاين اللي كيعمرها بالكروفيت كل واحد باش كيعمرها كاين اللي كيعمرها بالكفته حنا درنا عاديه بسيطه جدا غير بالقامه عاديه. نحاولوا ندخلوا هذا الشيء هذا كنبقاو غادي بهذه الطريقه هذه حتى نوصلوا الراس وكنحبسوا شي بلاصه فيها العظم كيحبسني صافي صافي كنحصلوا على الحوته القايه كنزيرو مزيان صافي وكنقطعوا هذا الخيط هذا كنمشيو نحطوها صافي وكندخلوا هادو ندخلوا هاد نزيدو تاني تأكدوا منه باش ما يخرجش لينا الحشوة فتحنا درتو شوية بحال كوردون غليظ باش ما تحلش صافي خليوها بحال هكايا وغادي نحيدو هاد الخيوط هادو صافي وغادي نمشيو دابا غادي نحطوها نحطوها في اللاطة ديالنا بحال هكايا. دابا غادي نمشيو للحوتة الثانية نفس الطريقة غادي نديرو كيف كتشوفو هاي مخيطة مزيان مجموعة فكرة أخرى إخواني أخواتي وهي ملي كنحيدو هادك الشعرية الصينية أو التخليطة ديالنا أو الحشوة ملي كنديروها في اللاطه ديالنا داكشي اللي بقى لنا كنديروه بحال هذاك الشيء اللي بقى لنا كنديروه وسط ما بين الحوتات هنا كيجي الفوق
وكناخذوا هاد الصحن هذا اللي كنا كنخلطوا فيه، كنزيدوا عليه شويه ديال الماء وشويه ديال التوابل كيف ما كتشوفوا، بالنسبه للخرقوم، عرق الكمون، شويه ديال البزار، شويه ديال سكنجبير او زنجبيل، كنزيدوهم هنايا، وشويه ديال زيت الزيتون كتشوفوا، وكنزيدوا مليحه، وكناخذوا هذاك المطيش والفلفله ديالنا كنديرهم في هذا الصحن هذا. انا بغيت نقسم معكم هذه الفكره هذه صافي. وكنخلطوا هاد التخليطه هذه مزيان باش كيجي هذيك الفلفله ما كيجيو بنان وكيجيو لذاد، هما اللي غادي نحطهم فوق من يعني يعني خضره مرافقه لهاد الحوتات هادو. صافي غادي نخلطوا هادشي كلشي مزيان، من بعد غادي نبداو نستفوهم فوق من الحوت ديالنا. الحوت ديالنا ها هو جاهز باش ندخلوه الفران كتشوفوا، غادي نخليوه يطيب على خاطرو، يعني ما غاديش نقول لكم شحال درجه الحراره او الدقائق اللي غيطيب فيهم، لان كاين بعض الاخوان او الاخوات اللي عندهم يعني فران عادي، حنا غنديروا ليه طياب تقليديه. كيف كتفوح الريحه كنشوفوه كل مره كنحلو كنشوفوه راه تيبان لينا طيب.